شكله عامل ازاي؟ بصي ايوه حاضر. طب انا عملت كيك من غزة. غزة اللي عملت لك ايه؟ غزة البنت؟ انا كنت شايف الاندومي بتاع مرجحة وراحت هي اكلته. غزل اكلت الاندومي بتاعك يا صالح؟ اه. طب يا حبيبي حقك عليا، ما تزعلش منها يا صلوحة. ماشي؟ ماشي. طب ثانية واحدة خليك واقف. ماشي؟ ماشي. انا جبت لك واحد غير اللي غزل اخدته منك. ماشي. خلي بقى ماما تعمله لك. ماشي. اوعى تكون زعلان. ماشي. ماشي يا صلوحة؟ ماشي. روحي العب يلا. ماشي يا غزل. ماشي. انا مش هسيبك. يا غزل. يا غزل اطلعي، عايزاكي يا غزل. اطلعي لي. ماشي يا غزل. ماشي. مين؟ ايه يا هن؟ ايه؟ فين ماما؟ ماما هن. يا ماما؟ يا ماما؟ ايوه يا غزل. تعالي هنا. غزل. نعم. الاندومي ده بتاع مين يا غزل؟ الاندومي بتاع مين؟ ايوه. بتاع صالح. واخدتيه ليه من صالح؟ دلوقتي صالح جاي لي وزعلان قوي اني اخدتي الاندومي منه. ليه يا حبيبتي؟ هي حاجتك عشان تاخديها؟ ما انا هقول لك. هو صالح ساب الاندومي فانا لقيته قلت اخده. حرام هيرميه ليه؟ مين قالك اللي هو هيرميه؟ هو كان هياكله يا غزل. لا هو سابه. حرام. تعرفي يعني ايه اندومي؟ يعني ايه اندومي يا غزل؟ اندومي انت متعرفيش ازاي؟ ده انا بموت في حاجه اسمها اندومي. ما انا عارفه يا غزل انك بتحبي الاندومي، بس انا بتمنى منك تبطليه يا حبيبتي. انت بتاكلي 10 في اليوم يا غزل، كتير قوي يا حبيبتي. بصي جسمك باظ ازاي يا غزل؟ ده دهون يا غزل، دهون في جسمك على الفاضي والله. طب اقول لك على حاجه يا ماما، من كتر ما بحب الاندومي كل اصحابي سموني غزل اندومي. غزل اندومي. انت متعرفيش ازاي حاجه اندومي؟ ده انا بموت فيه. طب بصي الهنوده ما بتاكلش الاندومي، بس حلوه ازاي؟ ماما اعملي لي دلوقتي 10 اندومي. 10 انا عايزه كتير قوي. يلا خدي. انت بس اكله واحد اهو كفايه عليكي يا غزل. يا غزل يا حبيبتي انا عايزاكي تبقي حلوه. انت بنوته صغيره، بصي بتلبسي لبس اكبر من سنك يا غزل. يا غزل كده كتير يا غزل عليكي يا حبيبتي. انت لسه لما تكبري هتبقي تخينه يا غزل. لا انا بحب الاندومي. خدي انا خلصت ترمي، اعملي لي 5 او 10. جدعه يا هنوده انك مش بتاكلي الاندومي، والله انت جدعه يا هنوده. جدعه يا حبيبتي، بس انا لازم اشوف حل. لازم اخلي غزل تبطل الاندومي ده خالص، على الاقل بدل ما تاكل 10 في اليوم اخليها تاكل واحد بس واشوفها هتعمل ايه. يا رب غزل تبطل الاندومي يا رب. تعالي يا هنوده. مين دبابة دي يا حبيبتي؟ بنت غزل. غزل بنتي انا اسمها دبابة؟ اه. كده يا حياة برضو؟ اه كمان تخين. صدقي بقى انا زعلت منك يا حياة، مع اني كنت بحبك قوي والله العظيم يا حياة، بس انت بتقولي على غزل بنتي دبابة وتخينة؟ كده انا زعلانة منك وهشتكي لمامتك على فكرة. يعني ينفع اقول لك يلا يا حياة يوم 4 عيون؟ لا. خلاص يا حبيبتي طالما ما ينفعش حد يقول عليكي كده ما تقوليش كده على بنتي يا حبيبتي. ماشي يا طنط سامي. خلاص بقى كده ما تلعبيش معاها تاني، وانا اقول لها مش هتلعب معاكي تاني. ماشي. واقول لمامتك وهشتكي لها. ماشي. يلا يا حياة. بقى غزة بيت سنة دبابة؟ ماشي يا حياة. تعالي يا هند. يلا يا ماما جعانة جعانة. اهو يا غزل اهو. ايه يا ماما تأخرتي قوي يا ماما. تعالي يا هند. غزل عايزة اقول لك على حاجة. نعم. تعالي اقعدي جنبي اهو. اقعدي جنبي اهو يا هند. بصي يا غزل يا حبيبتي دلوقتي حياه بصراحه يعني قالت عليكي كلمه انا ما حبيتهاش منها، بتقول عليكي انت دبابه وتخينه. كده ينفع برضه يا غزل؟ يا حبيبتي بطلي اكل الاندومي ده عشان ما حدش يقول عليكي كلمه وحشه يا حبيبتي. لا يا ماما انا ما اقدرش يا ماما اعيش يوم واحد بس من غير ما اكل اندومي يا ماما. يعني ينفع تقولوا عليكي دبابه وتخينه؟ ما انا عايزه اقول لك على حاجه، ما يقولوا هما يقولوا هي هتلزق يعني. يا غزل سيبيني بقى يا ماما. هاتي بالراحة يا حبيبتي بالراحة شرقتي. ايوه حاضر هشوف مين بيخبط.
ايوه مين؟ ازيك يا سانتي سالمة؟ فين زوزو؟ غزل جوه يا حبيبتي. فيروز نعم. انا طالبه منك طلب. ايه هو؟ تعالي اقول لك في المطبخ. تعالي تعالي فيروز يا حبيبتي. نعم يا طنط. شايفه كميه الاندومي دي كلها؟ ايوه شايفاها، اكيد بتاعه غزل. ايوه طبعا، انا كل اسبوع يا فيروز بروح اجيب الكميه دي كلها عشان تقدر تكفي غزل. تعرفي يا طنط سلمى، ماما بتاكلني اندومي واحد بس في اليوم. حلو قوي يا فيروز، اسمعي كلامها. عارفه ويا ريت تبطليه خالص يا فيروز. انت عارفه من كتر ما غزل بتاكل الاندومي بقت تخينه قوي، بقت كلها دهون. أيوة. يعني على الفاضي كله، مش اكل مفيد. اه بس نفسك تساعديني في حاجه يا فيروز. نفسي غزل تبطل الاندومي. نفسي. ماشي يا طنطسه. هتقدري تساعديني؟ ايوه بجد. انا عارفه ان غزل بتحبك وبتسمع كلامك، وانك بتكلمي معاها يا فيروز. انا هخليها لك من اول النهارده ما تكره حاجه اسمها اندومي. يا رب يا رب والنبي يا فيروز يا رب، روحي اتكلمي معاها بسرعه. يا غزل فين؟ بره بتاكل اندومي. هروح بقى انا اقول لها انت غزل من النهارده هتاكل عيش وبس. انا عايزه تاكل اكلنا، مش عايزه تاكل الاكل ده. ايوه انا هخليها الاندومي ده يترم. دي عايشه على الاندومي والنبي خليها تبطله. ماشي يا فيروز. يلا انا رايحه. يا رب يا رب يا رب تسمع كلام فيروز، هي بتحب فيروز واكيد هتسمع كلامها. نفسي تبطل الاندومي ده. نفسي. غزل فيروز حبيبتي بحب وحشتيني. وانت كمان يا غزل. بتاكلي اندومي؟ ايوه يا فيروز طبعا باكل اندومي. غزل ينفع اقول لك على حاجه؟ قول. لو انت صاحبتي حبيبتي هتعملي ايه؟ عامل ايه؟ بص يا غزل تسمعي كلامي، والنبي يا غزل اسمعي كلامي. ماشي يا فيروز. عايزه ايه؟ تعرفي يا غزل ان انا مره فتحت اندومي ولقيت جوه صراصير ودود كتير. ايه ده بجد يا فيروز؟ ايوه. ماشي يا فيروز. غزل تعرفي يا غزل انا عارفه ان الاندومي بيتصنع من صراصير ودود. احي والله يا فيروز. ماشي يا فيروز. وبيا بقى العجين. يا رب تسمع كلامها، يا رب تسمع كلامها. فيروز قولي لي حبيبتي، اكيد سمعت كلامك صح؟ الفكره فشلت. يا رب. بس يا رب يا رب الفكره دي تنجح. فكره ايه يا فيروز؟ بص يا طنط سلمى، هي بتحب الشطة؟ لا غزة ما بتحبش الشطة أبدا. بص يا طنط سلمى، انت يا طنط سلمى جيبي اندومي يا طنط سلمى حر النار خالص وحطي فيه الشطة. أنا عندي شطة. أيوة حطي فيه الشطة. ماشي فكرة حلوة يا فيروز. دي غزل بتكره الشطة، ما بتحبهاش أبدا. وقولي لها ما فيش غير منع الاندومي العادي بس الاندومي الشطة هو اللي. أيوة صح، فكرة حلوة أوي. خلاص أنا هعمل لها دلوقتي طبق اندومي كبير ومليان شطة، وشوف هتقدر تاكله ولا لأ. وإن شاء الله إن شاء الله الخطة دي هتنجح ومش تاكل اندومي تاني غزل. أيوة بصراحة مش عاجبني جسمها ولا عاجبني شكلها خالص. نفسي تبطل الاندومي. أول لما تقولك الألوان دي تقول لها. أصل هقول لها منع الاندومي العادي، ما بقاش فيه غير اندومي مش شطه. ايوه شطور. ماشي ماشي يا فيروز، انا هجهزها لها دلوقتي. حلو. انا هعمل لها طبق كبير ده. ايوه هعمل لها بس كده. ده بقى مش هحطها لها خالص. يا رب يا رب الخطه دي تنجح. يا رب يا رب يا طنط سلمى. ده كده بهارات دي خلاص كده. هي بتخلي الاندومي طعمه حلو وتخلي الغزل تاكل. بس فكره حلوه قوي يا فيروز والله، انا مبسوطه قوي. بس الشطه، بس الشطه عامله ازاي؟ دي كده بقى تكره حاجه اسمها اندومي. ايوه طبعا يا رب تكرهه يا رب. حطي كتير يا طنط سلمى. مش حرام كده؟ لا حطي كتير، ما انت عايزاه يعني ما تاكلش اندومي. لا طبعا مش عايزه تاكل الاندومي خالص كده، كفايه صح؟ ايوه حطي لها كمان. كفايه يا فيروز. ماشي. شكله عامل ازاي؟ بصي شكله صعب
قوي. ريحه دهلها بقى. تفتكري هتاكله كده؟ اه. لا مش هتاكله صح؟ أوه. انا حاسه ان الخطه دي هتنجح. لا هتاكله، هتاكله، هي بتحب الاندومي برد. بس لما يكون برد حراق اكيد مش هتاكله. الاندومي الجديد يا غزل، الاندومي اللي انت لسه اكلاه ده يا حبيبتي خلاص ما بقاش موجود في اي سوبر ماركت دلوقتي، ده اللي موجود يا حبيبتي. ايه ده يا ماما، هو لونه احمر كده ليه يا ماما؟ ما ده حراق يا حبيبتي ومفيش غيره دلوقتي، اعمل ايه؟ فاضطريت اجيبه عشان انت طول النهار عايزه اندومي. جوزي ايه يا ماما؟ حراق. ازاي يعني حراق يا ماما؟ ما لقيتش غيره، طب اعمل ايه؟ لا يا ماما انت عارفه ان انا بحب الاندومي يا ماما. ما لقيتش اللي انت بتحبيه خلاص اتلغى ما بقاش موجود. ليه يا ماما انت عارفه ان انا مش بحب الاندومي اللي حراق يا ماما؟ تجيبه لي يا ماما؟ انا ماليش دعوه، بحب الاندومي يا ماما عايزه اكله. طب كل ده اعمل ايه؟ انا ما لقيتش تاني وسالت عليكي اعلي في السوبر ماركت كله ما لقيتش، قالولي خلاص ما بقاش موجود، ده بس اللي موجود. مع اني مش بحبه بس اعمل ايه يعني، بحب الاندومي. الله ايه يا غزل؟ ده حرق قوي. ايوه مفيش غيره، طب هنعمله ايه؟ خالص يا ماما؟ مفيش. بس انا هاكل. تاني يا غزل يعني هتاكليه؟ ايوه عشان لا انا بحب الاندومي وهاكله كله. بس ده حرق يا غزل، هتاكليه ازاي؟ لا هاكله. يا غزل ده حرق يا حبيبتي بلاش تاكليه. ايه؟ ايه يا غزل؟ ايه ده يا ماما؟ حراق صح؟ ايه ده يا ماما؟ ده حراق قوي يا ماما. ايوه يا غزل حراق، هتاكليه طب ولا ايه؟ ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. بعد كده كل اندومي اللي هينزل لي يبقى حراق كده؟ ايوه انا سالت السوبر ماركت قال لي خلاص الاندومي التاني اتلغى ومش هيبقى فيه غير الاندومي ده بس. هتاكليه يا غزل؟ لا يا ماما ده حراق قوي يا ماما. يعني مش هتاكليه يا غزل؟ ايوه يا ماما. يعني مش هتاكليه يا غزل؟ مش هتاكليه تاني يا غزل صح؟ يعني غزل خلاص مش هتاكل اندومي تاني؟ اه والله يا ماما مش هاكله تاني. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. يعني خلاص ده شيله صح؟ اه يا ماما مش غزل خلاص مش هتاكل اندومي يا ماما. اه يا ماما الحمد لله ماما ده حلو قوي يا ماما. معلش يا حبيبتي معلش. طب تعالي اشربك ميه، تعالي.